جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم الإسلام أو ما الحكم في عمل الخادمة وإتيانها بدون محرم؟ لا يجوز سفر المرأة بدون محرم سواء خادمة أو غير خادمة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم سواء خادمة أو غير خادمة. نعم.